هروح لخبر تاني معايا من اليوم السابع. الداخلية تعلن ضبط 53 شخصا لمخالفتهم قرار وقف بناء المساكن، وهنشوف تقارير مع بعض ونرجع نعلق على الخبر ده. لا تهاون مع مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة في ظل توجيهات القيادة السياسية بالتعامل الحاسم مع تلك المخالفات، حفاظا على هيبة الدولة وإعلاء للقانون. من هذا المنطلق كانت الحملات الأمنية التي تشنها مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لتأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات، سواء أكانت على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية أو مخالفات البناء العشوائي. ونجحت تلك الحملات في تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات المستهدفة، حيث تهاوت المخالفات وتم تسويتها بالأرض مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين. وسوف تتواصل تلك الحملات لتحقيق المستهدف منها بإزالة كافة المخالفات.